طيب أول شيء مبسوطين جدا في وجودكم معنا في جالكسي للتدريب. طبعا باسمي وباسم مدراء جالكسي بنرحب فيكم في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. طبعا إن شاء الله بتكون البداية من فرع بيت لحم وبتكون بتعم على جميع محافظات فلسطين. مبسوطين بوجود ممثلة نقابة العمال الفلسطينيين ومن التربية والتعليم أستاذ محمد عساكرة. طبعا بدنا نحكي لكم بشكل سريع عن الاتفاقية مع زميلي مجد، رح نعرفكم على بنود الاتفاقية وشو رح يكون المنفعة اللي ممكن يحققها المعلمين أو ذويهم من الاتفاقية. تفضل مجد. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم كل واحد باسمه. طبعا الاتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين هي مش أول اتفاقية أو أول تعاون مشترك مع المؤسسات على مستوى المحافظة. إحنا الحمد لله رب العالمين بحجم جالكسي وبفروع جالكسي وقعنا اتفاقيات مع العديد من المؤسسات. من ضمن هذه المؤسسات مؤخرا عقدنا اتفاقية عامة مع الـSOS، في لنا برضو اتفاقية مع الـYMCA، مع مؤسسة السديل لرعاية اللطفية بالأورام، والعديد من الاتفاقيات اللي احنا بشكل مستمر بنحاول ندرجها مع مؤسسات المجتمع المحلي، سواء كانت هاي مؤسسات خاصة أو عامة أو حكومية أو NGOs غير ربحية، بحكم انه البرامج التدريبية والمنفعة تعم على جميع أفراد المجتمع، بحكم انه رؤية جالكسي ورسالة جالكسي هو توطيد التدريب المهني على مستوى الوطن بجميع فروع جالكسي. اليوم احنا ان شاء الله راح نعقد اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وإن شاء الله هاي الاتفاقية تعم على جميع فروع الاتحاد في مختلف محافظات الوطن من خلال فروع جالكسي برضو في مختلف محافظات الوطن. راح ندرس إحنا التغذية الراجعة من خلال تطبيق هاي الاتفاقية ونشوف مدى المنفعة اللي ممكن تعم على المعلمين وعلى أقرباء المعلمين. راح يكون في مزايا كثير بهاي الاتفاقية راح نقرأها عليكم إن شاء الله من خلال توقيع بنود الاتفاقية، من ناحية الخصومات، من ناحية المزايا اللي ممكن يحصل عليها المعلمين وأقربائهم بدرجة أولى، نشوف مدى الاستفادة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المهنية والدورات القصيرة، وين ممكن نتقاطع مع بعضنا، نشوف وين نقاط الاتصال ما بين الطرفين حتى أنه هاي الفائدة تعم بشكل عام. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله أنه هاي الاتفاقية تكون بداية خير لجميع فروع الاتحاد المعلمين في مختلف مناطق الضفة من خلال فروع جالكسي برضو في مختلف المناطق. أستاذ عاصم حاب تحكي شيء؟ يسعد صباحكم جميعا. باسم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بنرحب فيكم، بنرحب في شركائنا الاستراتيجيين الجدد معهد جالكسي للتدريب، يعني من انطلاقا من حرص الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على توفير فرص أكاديمية أو فرص تدريب مهني للمعلمين وأبناء المعلمين، اخترنا أن نوقع اليوم هاي الاتفاقية مع معهد جالكسي لأنه نحن نؤمن جيدا بقدرات هذا المعهد وعندنا ثقة ببرامجه المطروحة ومتابعته للطلبة ومتابعته لهم حتى وصولا إلى سوق العمل، وهذا يتواءم مع استراتيجيتنا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالخروج من إطار العمل النقابي والتوجه إلى خدمة معلميننا في أبواب أو في مناحي أخرى ضمن برنامج أطلقه الاتحاد العام للمعلمين يسمى بتعظيم القيمة الشرائية. فأنا لا أستطيع مثلا أن أزيد راتب المعلم كل سنة أو كل شهر، ولكن بالمقابل إحنا قادرين على توقيع مجموعة من الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات تقدم خصومات لأبناء المعلمين ولذويهم وللمعلمين أنفسهم، وبالتالي أنا بكون ضربت عصفورين بحجر، وفرت على المعلم ماليا وفتحت له كمان مجالات متعددة ممكن أنه يتدرب من خلالها أو يستفيد منها أبناؤه ضمن مثل هذه الاتفاقيات. سعيدين اليوم بتواجدنا، سعيدين بهذه الشراكة، ونتمنى أنه هذه الشراكة يتم عمل كوبي إلها في الفروع الأخرى ما بين فروعنا في الاتحاد العام للمعلمين وفروع معهد جالكسي للتدريب. ختاما أنا حاب أشكر الأخوة في معهد جالكسي للتدريب، سواء الأخت أسيل
أو مدير التسويق أخونا ماجد، ومنسق المشروع عندنا من الاتحاد العام للمعلمين أخونا يوسف إجحة على الجهد اللي بذلوه خلال الأسبوعين الماضيات حتى نصل اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية. بتمنى أنه نكون دائماً في الاتحاد العام للمعلمين عن حسن ظن معلمينا، ونكون قادرين على أنه نقدم لهم المزيد من الخدمات والمزيد من الميزات في سبيل خدمتهم وتسهيل حياتهم. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية جميعا. أنا بدي أشكر الإخوة في اتحاد المعلمين على مشاركتهم اليوم معنا في توقيع هذه الاتفاقية، وبشكر الإخوة الحضور جميعا من اتحاد المعلمين. بتمنى أن هالاتفاقية تعم بالفائدة والخير على جميع الأعضاء، وزي ما ذكرت لك أستاذي إحنا إن شاء الله نكون في معهد جالكسي عند حسن ظنكم في كل البرامج اللي منقدمها، وإحنا بإذن الله كمان عندنا القدرة نساعد الإخوة المحتاجين في مجال التدريب إذا كان في هناك حالات اجتماعية معينة، فإحنا إن شاء الله قادرين أن نساعدكم وندرب هاي الفئة ونساعدها على التوظيف كمان. فإحنا في جالكسي بنعتمد على شغلتين، أول إشي التدريب ينتهي بالتوظيف، فهذه فكرتنا من التدريب دائما أنه بنبحث عن كثير من الطرق لأنه نودي هذا الشاب أو الصبي للتدريب، ومن خلال التدريب في هاي المؤسسات ممكن أنه المؤسسة نفسها تكون قادرة على توظيف هذا الشاب أو الصبية، أو من خلال مشاريع الـ NGOs نقدر نساعده على التوظيف. بشكركم على الحضور، بشكركم على الاتفاقية، بشكر طاقم جالكسي وبشكر الجميع على حضوره، وشكرا لكم. يعطيكم العافية عمي. شكرا لك أستاذ أمين. طبعا إحنا بنتمنى الاتفاقية تكون بداية تعاون، رح نسعى لتطبيقها بكل بنودها سواء من جالكسي للتدريب أو من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في فرع بيت لحم وكافة الفروع. وتفضل توقيع الاتفاقية. مبروك يا سيد، بارك فيك. شكرا، بارك فيك. شكرا. ناخذ صورة جماعية. نتفضل ناخذ صورة جماعية. طيب خلونا بس بداية نرحب في المتابعين. أستاذ عاصم يعطيكم العافية، مبروك توقيع الاتفاقية، بس بنحب نسمع منكم أكثر يعني مثل هاي الاتفاقيات قديش بتعزز وبتساعد في ظل الظرف الراهن، وخصوصا لما نتحدث عن المعلمين وواقع المعلمين. يعني بداية أنا بشكر كل حضوركم لتغطيتكم وتوقيع هاي الاتفاقية.
يمكن كمان زي ما تحدثت قبل شوية أنه إحنا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بنحاول نخرج من الصورة النمطية للاتحاد واللي هي ارتبطت بذهن المعلم بقضايا المطالبات النقابية وتوجهنا لمفهوم آخر وهو تسهيل الحياة على المعلمين. طبعا اليوم إحنا بنحكي عن اكتظاظ الجامعات بالتخصصات الأكاديمية، خلانا نفكر شوي بالتوجه إلى مجموعة من البرامج التدريبية خاصة البرامج ذات التدريب الطابع المهني واللي زي ما حكى زميلي في معهد جالكسي للتدريب والتي تنتهي بالتوظيف. فإحنا حبينا نوقع اتفاقية اليوم نحصل فيها على شراكة نوعية واستراتيجية مع معهد جالكسي للتدريب، حصلنا على نسبة معينة من الخصم لأبناء المعلمين، حتى أبناء المعلمين اللي بيدرسوا في الجامعات أكاديميا أخذوا نسبة خصم على البرامج إذا التحقوا في معهد جالكسي. هذا في النهاية قدم فرصتين برأيي، الفرصة الأولى هي عملنا إحنا توفير على المعلم أفضل ما أنه يجي مثلا على معهد جالكسي ويدفع الكوست النفقة كاملة، اليوم احنا وفرنا له خصم يعني بنسبة نعتبر انها نسبة مرضية قد تصل احيانا الى 45%، وبالاضافة لانه احنا فتحنا او بنحاول نفتح افاق معلمين وابنائهم وعائلاتهم باتجاه التوجه الى برامج ذات قيمة او ذات طابع تدريبي مهني اللي اليوم احنا شايفين انه السوق اكثر طلبا عليها، ضمن شراكة مع معهد عريق له تاريخه في السوق، وفكرة انه هذا المعهد على الأغلب سينتهي التدريب فيه بالتوظيف كانت واحدة من الفكر الجاذبة لنا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتوقع هاي الاتفاقية. بنتمنى أنه هاي الاتفاقية قريبا يبلش التعامل بها وتشوف النور، وبنتمنى أنه يستفيد منها معلمين وذويهم. طبعا هاي معلمين مس يعني احنا ما بنحكي معلمين، البعض تبادر إلى معلمين الحكومة. هاي الاتفاقية اليوم احنا بنحكي لكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، سواء كنا بنحكي عن معلمين مدارس خاصة أو حكومة أو وكالة، كلهم هذولا بتوجهوا للاتحاد العام للمعلمين بحصلوا على كتاب وبيجوا على معهد جالكسي بيستفيدوا من هاي الاتفاقية. وبنحكي عن شريحة كبيرة جدا قد يتفوق العدد، يعني إذا بدنا نحكي عن المعلمين فقط بدون عائلاتهم نحن نتحدث تقريبا عن 4200 معلم، وبالتالي احنا بنحكي عن شريحة كبيرة نتمنى ان تستفيد من هذا البرنامج ومن هذه الاتفاقية. واحنا يعني بنوعدهم انه يروح يكون عندنا اتفاقيات اخرى في مجالات اخرى مع مؤسسات اخرى. شكرا لك. اي اضافة استاذ تفضل. ما فيش اي شيء، يعني الاخ عاصم حكى بشكل واضح عن الاتفاقية، وان شاء الله احنا بنتمنى ان قطاع المعلمين يستفيد من هذه الاتفاقية لانها اتفاقية مع مركز عريق مثل مركز جالكسي ومركز معترف به من قبل وزارة التعليم العالي، ونتمنى على الجميع أن يستفيد من هذه الاتفاقية. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ أسيل. يعني بس سؤالنا أنه ليش رحتوا لشريحة المعلمين، وهل في خطة أنه تروحوا لشرائح أخرى في المجتمع في نفس التوجه؟ أكيد إحنا في جالكسي للتدريب دائما بنسعى للوصول إلى جميع المنتفعين اللي ممكن يستفيدوا من جالكسي للتدريب، سواء كموظف عامل طالب جامعة أو طالب مدرسي، ما يضيع على حاله الفرصة بغض النظر في تطوير مهاراته وقدراته إذا كان موظف أو غير موظف. ونفس الشيء الطلاب ما يستنى ليتخرج من الجامعة ممكن يلاقي وظيفة أو لا، يلاقي فرصة للتوظيف حتى خلال دراسته، خاصة في جالكسي للتدريب هلأ سواء كان طالب جامعي أو خريج صار فيه له خصم 50%، ما صار يعني الدراسة مش عائق بالنسبة للوضع المادي للطالب الجامعة. دائما بنحاول نوجد شراكات جديدة وتعاون جديد مع مؤسسات أو نقابات سواء حكومية أو أهلية أو خاصة للوصول إلى أكبر شريحة من فلسطين، حتى منغذي السوق الفلسطيني بمختلف الوظائف والمهن اللي قد تكون يعني مفقودة أو مش موجودة، أو معظمهم بتوجهوا للداخل للعمل. صار اليوم ممكن أن نخلق عدة وظائف في سوق بيت لحم وفلسطين بشكل عام. شكرا أستاذ أمين تفضل. يا الأستاذة ديالة تحياتنا لإليك. أستاذة ديالة، يعني إحنا شايفين ما شاء الله في الجنوب اليوم جالكسي اسم ويعني في توجه كبير لجالكسي، بناء على هاي المعطيات شو خططكم للتطوير وفتح أفاق جديدة وتخصصات واستيعاب أكبر يمكن للطلاب في المرحلة القادمة؟ يعطيك العافية. إحنا في جالكسي من 10 سنين موجودين بالجنوب في الخليل، إحنا كان الفرع الأول، كنا ندور دائما على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، نعمل دراسة بنشوف حاجة قديش حاجة السوق بناء على الدراسة، وبناء عليه إحنا بنسعى لأن نجهز
نفتح تخصصات جديدة. آخر تخصص إحنا فتحناه عندنا مثلاً في فرع الخليل اللي هو الشيف، فن الطهي، الحلويات، كل هذا. هاي قطاع المطاعم والفنادق صار بحاجة لعدد كبير وناس مؤهلين في هذا المجال، ففتحنا هذا التخصص أو مطبخ خاص بتدريب هذا التخصص. طبعاً لقدام إحنا هلأ كمان في عندنا مثلاً تخصص الأوتوميكاترونيكس اللي هو ميكانيك السيارات مع كهرباء وكمبيوتر سيارات. فإحنا ندور دائماً بنبحث شو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وفيها خلينا نحكي قليل من الناس المدربين والمؤهلين في هذا المجال، ففي حاجة كبيرة. بالتالي احنا بنسعى لانه احنا نجهز الاماكن، نرخص هاي البرامج ونستقطب الطلاب لانه يتعلموا، علشان هدول مباشرة مجرد ما يتخرجوا او حتى احيانا قبل ما يتخرجوا في طور التدريب الميداني اللي احنا بنوديهم عليه بكونوا بلشوا يشتغلوا. فهي الفكرة عندنا احنا، اي تخصص موجود، اي تخصص مطلوب في سوق العمل، احنا بنسعى لانه نفتح هذا التخصص في فروعنا في جالكسي. العفو. يعطيكم العافيه. شكرا، يعطيكم العافيه ومبروك توقيع الاتفاقيه.